معي هنا في الاستوديو الخبير العسكري العميد خالد النسي. مساء الخير، اهلا بك معنا سيادة العميد. اليوم في شرق صنعاء مديرية نهم استعادة عدد من المرتفعات الجبلية ومواقع عديدة من قبل طبعا القوات الشرعية. أهمية هذا التقدم عسكريا؟ طبعا بالنسبة للقوات الموجودة في شرق صنعاء وخاصة في جبهة نهم، هي طبعا هدفها الاستراتيجي هو كمهمة مباشرة أو سابقة، مثلا هو الوصول إلى نغيل أبن غيلان. نغيل أبن غيلان موجود في منطقة عسكرية يعني وعرة جدا وصعبة بالنسبة للتحرك الآليات والمعدات، ولكن عند وصول مثلا إلى منطقة مسورة، هي أحكمت قواتهم من الجيش، منطقة مفتوحة ممكن تساعد القوات بالمناورة بالحركة أكثر، حتى الوصول يعني بتسهل الوصول إلى نغيل أبن غيلان. لكن قبل مثلا السيطرة على مسورة صعب الوصول، انه منطقه وعره، وطبعا الحوثيين معروف انهم جيش غير نظامي، هو عباره عن ارهابيين، عن ميليشيا غير نظاميه، يتخذوا من المرتفعات كمواقع للقناصين او يعني معدوديه الطرق تساعدهم، لكن عند الوصول الى مسورة وهي هدف سوف تساعدهم في المهمه اللاحقه وهي الوصول الى نغيل ابن غيلان. طيب، اللي هو في تقدم منذ يومين، هذه المعارك مستمره باتجاه منطقه مسورة. طيب، فرار، بس لنقف هنا ضمن هذه المعارك، لأنه بهذه المنطقة تحديدا باتجاه هذه المنطقة في فرار العشرات، ماذا يعني عسكريا كتواجد لهذه القوات المدعومة من إيران هذا الفرار؟ وهل جبهة صنعاء هنا في خطر عندما نتحدث عن فرارها للعاصمة صنعاء؟ لا، هو الحوثي بعد فض الشراكة مع شركة السابقة لعبد الله الصالح كان دائما وحتى اللحظة ما زال يتخوف من ثورة من داخل صنعاء، نفس المدينة طبعا. هو بالنسبة له يعني تقريبا ثلاثة مرتكزات أساسية لوجوده هي صنعاء، دمار يعني جنوبا، وصعدها معقلها الرئيسي في الشمال طبعا. لكن هو الآن يتخوف، وبالتأكيد والأيام سوف تثبت ذلك، أنه كلما ضاق الخناق في كل الجبهات المدنية، أنه كلما مثلا واجه صعوبة من داخل صنعاء نفسها، لأنه لا توجد له نوعا ما مثلا مقارنة بذمار أو بصعدة لا توجد لها قابلة بهذا المستوى يعني. فهو الآن نوعا ما يحاول أنه مثلا يعمل توازي بكثير من الجبهات، ولكن عندما يتم تفعيل كثير من الجبهات في آن واحد فهي تشتت بالتأكيد، ويعاني بالنسبة للتحشيد، خسر في الفترة الأخيرة تقريبا في الشهرين الأخيرة أكثر من 600 مقاتل الذين قتلوا من غير الجرحى، من غير الذي فعلا بالمقابل يعني معنوية كثير من المقاتلين انهارت فعلا، وفي كثير احنا نتابع على الأرض يعني أنه في كثير حتى من الموالين والعقائدين تم انسحابه يعني او هربوا يعني من كثير من الجبهات، والدليل على ذلك انه الان يخسر يعني كثير من الطرق وكثير من العسكرات، كثير من المواقع استراتيجيه بالنسبه له في كثير من الجبهات، وخاصه بالجبهه الغربيه في تعز يعني. وهذا يدل دلاله واضحه انه فعلا انه يعاني معاناه غير عاديه بالنسبه للحفاظ على الموجود يعني. كل من يهرب هو يهرب لجبهات اخرى سيادة العميد، ام انه البعض يسلم نفسه، البعض ينسحب اساسا من هذه المعارك بعد الوضع الذي وصلوا إليه على الأرض؟ هل من معلومات بهذا الإطار؟ لا، هم يختلفون بالنسبة للمقاتلين الحوثيين، يختلفون في مقاتلين حوثيين عقائديين فعلا، هذول يعني ربما نوعا ما بحيث نتكلم بواقعين ونوعا ما لا يمكن أن يفرقوا أو يسلموا له. لكن في مثلا مقاتلين تم استغلال ظروفهم مقابل الحوثيين، تم تجيشهم من أبناء القبائل، هذول بالإمكان إذا في تواصل معهم أنهم فعلا يتراجعوا أو حتى ينضموا للشرعية. لكن أكلم عن العقائديين أنه لا يمكن، وأكثر العقائديين الآن موجودين في جبهة صعدة يعني، وليس في صنعاء أو في ثمار، في صعدة المعقل الرئيسي لهم. لكن العقائديين ربما نوعا ما فيها صعوبة أنهم مثلا ينسحبوا أو مثلا يلتقوا الأشياء، لكن كثير من المقاتلين وهم بالنسبة للعقائديين لا يشكلوا تقريبا حتى إلى 20 إلى 25% من المقاتلين الأساسيين للحوثي يعني، هذا العقائديين الذي تم تدريبهم في إيران أو في لبنان على يد خبراء من حزب الله ومن إيرانيين، هذا لا يسمونهم العقائديين أو القنادي. لكن بس 80% نتحدث مش 80% عن أو تقريبا بهذه العقيدة خارج العقيدة، ولكن فقط استغل ظروفهم في فترة من الفترات اقتصادية، وتم الفرض يعني بحكم أنه في مناطق تحت سيطرته، لكن بالإمكان هذا التواصل معهم، وبالإمكان أنه في يوم من الأيام يتخلوا عن هذا المشروع. طيب، في الخلافات تحدثنا منذ يومين تقريبا عن خلافات بين قادة حوثيين، اليوم مرتبط هذا الموضوع بشكل كبير في الوضع على الأرض بأنه بالهروب القادة تحديدا، اللي النقطة اللي عم نحكي عنها هروب مقاتلين من أسباب الخلافات بين قادة الحوثيين، ما المعلومات بهذا الموضوع؟
احنا عند الكل عندما كان يتكلم من سابق انه هناك في خلافات ما بين طرف الانقلاب على عبد الله الصالح والعتيه كانوا يكذبون انه لا يوجد، والكل يتابع هذا كذا بكل دقه، واحنا ناكد انه نفس الخلافات اللي كانت بين على عبد الله الصالح والعتيين هي اليوم موجوده بين اطراف او اجنحه داخل القيادات الحوثيه نفسها. يعني في هناك الان يعني ربما عندهم احساس انه يعني قربت نهايه مشروعهم او فكرتهم، والان فقط انه كيف يستحوذوا على اكثر قدر ممكن من المصالح، من الاراضي، من يعني من الاموال فقط. فالان في لانه كثره القيادات حتى على مستوى القيادات المرأة الصف الاول بالنسبه للحوثيين توسعت الان على مستوى المحافظات، على مستوى فالان بدا يعني بدون مبالغه فعلا احنا نتابع الموضوع هذا انه فعلا في صراعات حتى على مستوى القيادات الصف الاول موجوده، ربما مصارع يعني صراع مصالح على 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 مصالع اشياء معينه، لكن الصراع موجود وفعلا هذا الصراع سوف يعكس نفسه على على الواقع على الارض على على الجبهات، وخاصه جبهات احنا نتابع خاصه جبهه تعز بالفتره الاخيره الجبهه الغربيه على ساحل البحر الاحمر، يعني فقدوا يعني فقدوا مواقع استراتيجيه بالنسبه لهم وهي مصيريه يعني مرتبط وجودهم بها يعني في هذه المحافظات. طيب في من ضمن ما تقوم به القوات الشرعيه المدعومه من قبل التحالف طبعا بقياده السعوديه في عمليات نوعيه كثيره نتحدث عنها، وفي رصد لمحاولات تجهيز هجمات من قبل الحوثيين. كيف اذا اردنا ان يعني نصنف او نقدر عسكريا هذا الانجاز في اليومين الاخيرين؟ بالنسبه للتحالف على وجه الخصوص يعني لا تنقص المعلومات، وطبعا والجيش الجيش الوطني والشرعي يعني لا تنقص المعلومات، ودليل على ذلك انه مثلا التحالف منذ اكثر من 3 سنوات يتعامل يعني من الجو مع اهداف في مناطق يعني سكنية أو مناطق مأهولة أو يتعامل معها بكل دقة يعني ويجنب الخسائر كثير من الخسائر، وهذا الدليل أنه في معلومات. الآن المعلومات تقول أنه يعني مثلا جبهة الساحل الغربي عندما فقد مثلا حيس الحوثي الآن انسحب وجهز معسكر في زبيد، وهو مرصود طبعا مرصود بإمكانياته منهم القيادة اللي فيه نوعية التسليح اللي موجود يعني يرصدوا أنه أنا هناك الآن في تجمعات في منطقة جبلية في شرق حيس اسمها منطقة جبل راس ايضا مرصودة، وهذا دليل واضح انه في رصد من قبل التحالف، في معلومات، في تعاطي على الارض، في من يمد يعني في عناصر ده على الارض موجودة تمد التحالف بحيث انه يسهل مهمة في التعامل مع هذه الاهداف. فلا تنقص التحالف المعلوم او الجيش الوطني حتى لا تنقص من المعلومات انه في عناصر موجودين على الارض يخدمونهم حتى من داخل البيت الحوثي يعني. طيب الى اي درجه الدعم الايراني هذا ما زال يعني اذا امكن القول باوجه؟ مصادر عسكريه تتحدث بانه تم تفكيك العديد من العبوات الناسفه المتطوره جدا بمحافظة الجوف مزودة بكاميرات أجهزة تحكم، وتمكنت طبعا من إبطال مفعوله. لا بالنسبه للمد الحوثي تقريبا الايراني الحوثيين طبعا هو امتد من فتره من 2009 و10 و11 اكثر فتره يعني استغلوا هذا الجانب، هي تقريبا اكثر من 70 او 80% من الاسلحه الذي استخدمها الحوثي هو يعني الايراني مدها في هذه الفتره فقط، لانه في بعد عاصفه الحزب كان في صعوبه، صح انه استمر المد الايراني للحوثيين في كثير من المناطق خاصه من البحر العربي، من البحر الاحمر، حتى من البر، لكن نوعا ما هي الفترة الذي يعني استغلوها استغلال أمثل هي 2009 و10 و11 هي أكثر الأوقات الذي استغل الحوثي في هذا الجانب واستمد، لكن لا يمنع هذا أن نقول أنه حتى اللحظة أنه مثلا حتى اللحظة أنه ميناء الحديدة يعني يستغل على في هذا الجانب وما زال يستمد أيضا، صح أنه فات يعني ضغط المسافة عليه تقريبا إلى حد 200 أو 180 كيلو ما زالت على البحر الأحمر، لكن وهي مرصودة، لكن نؤكد أنه ما زالت حتى اللحظة بالنسبة لميناء الحديدة أنه يستخدم في هذا الجانب استخدام عسكري يعني. أنا أشكرك جزيلا على وجودك معنا اليوم في الاستوديو الخبير العسكري سيادة العميد خالد نسي، أهلا وسهلا.